اختتمت أمس فعالية اجتماع لجنة التراث العالمي الذي جاء بطبعته 42 الذي استضافته البحرين لمدة 10 أيام متتالية بمشاركة ما يزيد على 2000 خبير في مجال التراث الثقافي والطبيعي، جاءوا من أكثر من 139 دولة. 10 أيام أتاحت لأكثر من 2000 خبير في عالم التراث الثقافي والطبيعي الخوض وباستفاضة حول كل ما يهم مجال التراث وكيفية المحافظة عليه باعتباره الدليل الوثيقة والدالة على هوية الشعوب وما تنتمي إليه من حضارات. حفل الختام اجتماع لجنة التراث العالمي التي عقدت في البحرين، هذا الحلم الذي كنا ننتظره في الثقافة لكي نجيء بالعالم أجمع إلى بحريننا، لكي نقول لهم أن لدينا الكثير مما نقدمه للعالم لتكون البحرين وجهة لسياحة ثقافية، هو ما نسعى إليه، هو ما استطعنا أن نحققه عبر هذه البسمة، عبر هذا الحضور، عبر قناة المواقع الأثرية التي هي وجهة كل زائر البحرين. النسخة 42 من اجتماع لجنة التراث العالمي أزدل الستار عليها بعد ضمها لعديد الفعاليات والجلسات النقاشية التي تمخضت عنها جملة من القرارات، لعل من أبرزها إضافة 19 موقعا عالميا جديدا وإدراجها على لائحة التراث العالمي، من بينها موقعان عربيان أثريان في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. هذه الاجتماعات بما تم فيها من إدراج مواقع تراثية ثقافية وطبيعية جديدة على قائمة التراث العالمي هي أيضا دليل على أن العالم أصبح عنده وعي كبير بمقومات وعناصر التراث الثقافي الطبيعي، وهذه هذا الوعي يعني ينعكس طبعا بطبيعة الحال على التنمية المستدامة في البلدان. هالسنة بلجنة التراث العالمي تطرقنا لكل الدول اللي متضررة بالنزاعات، اليمن وليبيا وسوريا والعراق، وأصدرنا يعني توصيات على كيفية التعامل مع إعادة الأعمار بطريقة تحترم الإنسان أولاً واحتياجاته الأولية والتراث ثانياً وأصالته مع برغم النزاعات. الاجتماع أتاح المجال أمام بث الأفكار الإيجابية ونشر رسائلها بين جموع المهتمين والمبحرين في يم التراث وصون قيمته التاريخية التي تعكس أصالة وعراقة الدول على اختلاف لغاتها ومنابتها. التراث هو كل شيء، اللي ما يعرف تراثه وتاريخه كيف راح يعطي إلى مستقبله، فيعني بموجز أنه أهم شيء اللي نقدر نتعلم منه ونقدر نطور منه في المستقبل. اجتماع لجنة التراث العالمي الذي برعت المنامة في احتضانه اختتم أعماله بتواليف موسيقية رائعة ورسم صورا مزخرفة من المبادرات الإنسانية التي تعكس أصالة وعراقة حضارة دلمون وشعبها المنفتح على ثقافات شعوب العالم من أدنى بقاع الأرض إلى أقصاها. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.